بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم. بعد عزم الحسين عليه السلام القصد إلى كربلاء، تاركا مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع عياله وجميع الأولاد، لم يبقى في داره بالمدينة إلا فاطمة العليلة التي ما كان لها القدرة على السفر، فأودعها الحسين عليه السلام عند زوجة النبي أم سلمة، وكانت حاضرة حين الوداع. فلما نظرت إلى أهلها وقد ساروا عنها، أخذت تزحف نحو ضعن أهلها وهي تنادي: أبا، كيف تتركوني لوحدي؟ أبا، خذوني معكم. رجع الإمام الحسين عليه السلام لها، صبرها، قال: بنية، إذا وصلنا مكان الاستقرار أبعث إليك عمك العباس وأخاك علي الأكبر يحملانك. قالت: لا يا أبا، إن نفسي تحدثني أن لا لقاء بعد هذا اليوم، هذا آخر لقاء، آخر اجتماع، إذن لي أن أتزود من عماتي وإخوتي. فجاءت فاطمة تطوف على الهوادج تودع عماتها وأخواتها. قيل أن فاطمة العليلة بقيت تبكي ليلها ونهارها، وبين ساعة وأخرى تنظر إلى تلك الدار الموحشة التي خلت من أهلها وتهيج بها أحزانها، حارت بها الأعذار، فلا خبر يصلها عن أبيها، ولا العباس جاء ليحملها إليهم كما وعدها الحسين عليه السلام. فبقيت على حالة تتقطع لها القلوب وهي تنتظر أي خبر يصلها عنهم. ويروى أنها كتبت كتابا إلى والدها الحسين عليه السلام، ضمت فيه همومها وآلام فراقها. وبينما هي جالسة ذات يوم وإذا بأعرابي على هيئة سفر، قالت له: أخا العرب، إلى أين تريد؟ قال: أريد العراق. قالت: هل لك أن تحمل كتابي هذا إلى أبي؟ قال: ومن أبوك؟ قالت: أنا فاطمة بن الحسين. فقال لها الأعرابي حبا وألف كرامة: يا بنت رسول الله. فأخذ الإعرابي كتاب فاطمة وأقبل إلى العراق يسأل عن الحسين عليه السلام، حتى وصل إلى أرض كربلاء بعد الظهر من اليوم العاشر من محرم، وإذا به يجد الحسين عليه السلام وحيدا فريدا، لا ناصر له ولا معين بعد قتل الأصحاب وبني هاشم، وهو يجير النظر يمنة ويسرى بين ألوف الأعداء. فسلمه الكتاب، وقيل أنه جاهد دون الحسين حتى استشهد بين يديه. فتح الإمام الحسين عليه السلام الكتاب وإذا به من ابنته فاطمة العليلة، فبكى بكاء شديدا، ووقف أمام خيمة النساء ونادى: يا زينب، ويا أم كلثوم، ويا رقية، ويا سكينة، ويا فلانة، ويا فلانة، هلم، فلقد جاء الكتاب وعظم المصاب. فخرجت الحوراء زينب عليها السلام، قالت: أخي، أخي حسين، أما المصاب فنحن فيه، ولكن أخبرني عن الكتاب. فقال: أخي، هذا كتاب من ابنتي فاطمة، وهي تسلم على عمها العباس، ولا تعلم بأنه على شاطئ العلقمي مقطوع اليدين، وتسلم على أخيها علي الأكبر، ولا تعلم بأنه مقطع بالسيوف إربا إربا. وكأني به يفتح الكتاب وجعل يقرأه عليهم. ثم إن الحسين عليه السلام أخذ الكتاب وجاء به إلى أرض المعركة وتوسط القتلى ونادى برفيع صوته: هذه فاطمة العليلة تبلغكم السلام. ثم تذكر بأن من وصاياها أن تقبل أخيها الرضيع، فتحير في أمره كيف يقبله وهو مقطوع الوريد. أما المصيبة العظمى التي كانت عند العليلة، هي في اليوم الذي عاد فيه ركب الحسين إلى أرض المدينة وهو خاليا من الأهل والعشيرة. جلست في وسط الدار وهي منكسرة باكية منادية: وحسيناه، ومظلوماه، وأبتاه. عظم الله أجوركم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.